سمعتك وشفتك، ما تقدريش معايا. وفي خلاص يزيك من الجو برك ارميه. لا لا ما نرميش، انا نحبه صوتو كي تبقى لي شويه هكذا ونبقى نشرب فيه بلا باي كيما لا بوب. وخيتي في البوب راهم يحبوك فيه ما يعيفوكش فيه، وخصوصي الحس هذا ما نسمعوهش. مساء الخير بنتي. ماما يوم جست عند عمتي مور لافاك وقعدنا نقصروا شويه، راهي حكات لي شويه حكايات بيزار. ان شاء الله خير. اه راهي مامنه بلي انسان جدادو قروده. خيتي هذوك معايلة بوك، اما احنا وخيتي لبس علينا، تولدنا عبيد ونقعد عبيد. اه لو كان يسمع السي مسعود الكلام هذا. محسوب بعد عملتو عادة الاخرانية، ما زدت باش نعمل له حساب. دويو يما ما تحسبيش، خلاص هاو ما على بالكش بيها. ربيش خصصني قاعدة مرتاحة نتفرج في مسلسلاتي، لا نغسل لا نطيب لا نمسح لا نعمل والو، واحد ما يكسر لي راسي. صح يا ماما، هكا تهدري على بابا؟ ما عندكش قرايه انت تقراها؟ يلا فيس على بيتك نهار كامل تسمع في حديث الكبار. أستاذ كيفاش كان التمرين تاع بوغرون؟ يا مولاتي بوغرون تمرن مليح، وانا خليته يرتاح وعطيت له الشعير نتاعو باش يرفد صحته، ومن على اسبوع يكون واجد ويقدر يقابل 50 كبش في مره واحده تاع ملكه حيه. صح انا مانيش حابه تدير مبارزه ضد ال 50 كبش تاع الملكه حيه، انت تعرف الملكه حيه تستعمل السحر الشعوذه ودائما تغش. على بالي على بالي، مين الله غالب واش حابين نديروا؟ والقبائل المجاوره ماشي قالوا لنا راح يجيبوا لنا كباش باش يديروا السلام؟ يا مولاتي واش نقول لك، هما يقولوا وحنا ناخذوا حذرنا، هذا ما كان. ايه عندك الحق. واش هو التمرين تاعي تاع اليوم؟ التمرين تاعنا اليوم نمشيو في الغابه ونصيدوا. ها مولاتي جانا اخبار من مملكه نسور، يقولوا باللي قبيله بني حمج قتلوا لهم 20 كبش وحرقوا كامل قريه المملكه. هاد المرأة العشية نتزوجها. احترم نفسك وعرف مع من راك تتكلم، راك تتكلم مع الملكة هيدورة ملكة الملوك والعشر مملكات، وكان جيت في بلاستيك ننحاني قبل ما نجي نقطع لك ذاك الراس. حسبت لك ارواح ودي بنت الناس. احنا ما عندنا حتى ملكة، انا هو رئيس قبيلة بني همج. استاذ مش قلت لي التمرين تاع اليوم الصيد؟ انا عميل. خلصوها غالية. استاذ المرسول تاعنا وراه؟ المرسول تاعنا من الخلعة داخ، هذا اللي قال لك الخوف يجري العجاز
ويسرع لي جان. أنا راح نكمل المشيات أنا في الغابه. ستة اليوم كان شباب. خبروا الملكة خرتيتي إنه الأميرة دوارة وصلت. أميرة دوارة؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ حارس تقدر تقفل الباب، عايز انفرد بالأميرة دوارة، أصلها ضيفتنا الليلة دي. خرتيتي فقولي بلي أنا اللي حبيت نقتل هي دوارة. خلاص ما نقدرش نزيد نرجع للقصر، لازم نطبقوا الخطة تاعنا درك. بقول لك إيه، ما تروقي بقى وتقولي لي بالظبط ايه اللي حصل. بصح انا لقيت بيضة التنين وجبتها معايا. بيضة التنين؟ مسعود حبيت نسقسيك، الآلة تاعك صلحتها؟ كانت خاصني بياسة تاع نحاس، عطاتها لي لوبيا. بصح يا مدام خلوني نربوزي، أنا غير كيما طاحت الصباح بكري جيت مازالي عيان. على كل حال هذا مادا بيا كنت أجل السفرة تاعك لخاطر نسحقوا نصايحك في القصر باش نغلبوا العدو. على كل حال مولاتي الحالة ماهيش تعجب، ما كنا 20 كبش اللي قتلهم قبيلة بني هامج، والعلا مازال تبع فينا والوقت ما عندناش، حتى الحلول ما بقاش عندنا. ملك الحية راهي حابة توصلها للمحال، حابة بوقرون يضارب ما 50 كبش صحيب عليه يموت ونخسروا كلش. مولتي ما ظنيش نلقاو 20 كبش. بوزلوف الملك نسر كلمته؟ كلمته ما لقاو حتى كبش. سمحوا لي نخدم البلاصي كلمة هنا انا سا طون بيان. دوك حنا في الجزائر عندنا العيد الكبير وعندنا العواشر، كون تجوا معنا تدوا كباش اللي تحبوا راه على راسهم. ها؟ وشنو كاينه حاجه مولاتي خلوني انا ومر الجزائر، مرتي بنتي هم يستناو فيها، كاين فاميليات يجوا يزورونا. لا لا مسعود هذا هو الحل، لازم نجي معك المملكه تاعك. يا اخا وين تجي وين تجي قولها وين تجي. عندك الحق مولاتي، مسعود هو الحل. مسعود مولاتي تجي معك باش تجيب معاها 100 كبش ونسير لكم مملكه بوكرون. يا طقطق افهم طقطاو. كيف 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 حابه واش معناتها العيد؟ في العيد والعواشر حنا عندنا الزومه تزيد على راسها. واش بك قط قط هكذا عنده هي دوره يبيعوه تتبلعي ما تقدروش. قول لي مسعود كيلو تاع الذهب شحال نقدروا نجيبوا من كبش؟
معقل وتعذب 800 مليون 800 مليون دينار من العالم 800 يجيب لكم واحد تقريبا 160 كبش 100 كبش ها كبش هادو غني عندهم الكرون تاع لا باكار كامل ولاتي لكن روحتي ماذا بيا ما تروحيش وحدك وزلوف قلت لك من الاول ما تقدرش تجي معايا انت وطاكطا ولازم تقعدوا هنا لا حبس 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 واش راكم تفهموا وتشاوروا على راسي هذا ولا واش غنقول لمرتي كي تجي معايا هادي برك يا ربي تكون قرات البريه مرتي مسعود الملكة هيدورا زوج تبرق عينه ملك الملوك بعشر مملكات تقول لها راهي ضيفة عندنا يا طاك طاك بارك فهم والو غير تهضر بارك اش بك انت يا ما تعرفش تزاد تا وعدها وما تعرفش مرتي كيفاش عاملة راك شايف انت نديرها بلوندا كيما هذه واش حنقولها ها نقولها قرات معايا كي كانت صغيرة نقولها تبحر تخلوها عندنا حتى يلقاوها ماليها عبالك ما تعرفش خوتها انت يا والله يحكموني غير يفتوني اش بك راك شايف هيدورا هذه يسقوها في الحيط بيسمروها بابي شار روحي باش نوجدوا الحقيبة تاعي راني رايحة للمملكة تاع السي مسعود يا الحقيبة واش توش الحقيبة تفضل عزيزتي تفضل مرحبا زارتني البركة شنو حوالك لاباس خنقوم نعمل لك قهوة في ساعة استني 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 وين راهو خويا ما يجاوب في التليفون ما والو وانتي شفتك في الفيسبوك باللي راكم في تونس وخيتي ما نجمنيش نقعد وروحنا في ساعة في ساعة ماك تعرف خوك ما يقعدش بليش خدمة شبيك راه اختراعات واكتشافات ولابوراتوار بنتك راحت لاختي أمينة على هادشي اللي جيتك أنا وهذا وشنو نمشي نعمل لك قهوة في ساعة وبعد كي نجي تنفسر لك بابيشا حطي لي فستان الاستقبال ما تنسيليش حاضر مولاتي لباس المبارزة مولاتي بوزلوف هاوليك الصندوق تاع الذهب باش تشيلك باش بابيشا جيبيه مولاتي راكي متأكدة بلي ما نجيش معاك لا لا بوزلوف ما كنتك هنا في القصر وإذا ما رجعتش طلع لي في الشاب والمملكة أعطيني الصندوق حاضر مولاتي أنا نروح اليوم ونولي غدوة خلاص راني واجدة مازال مولاتي العقد تاعك غاولي